القضاء أمامه مسألتان في غاية الأهمية. الأولى هو المسار الدستوري، وهو المعروف وفق المادة 64 من الدستور أن البرلمان يحل إما بطلب من رئيس الوزراء إلى رئيس الجمهورية ويتم التصويت بالأغلبية المطلقة، أو بطلب من ثلث أعضاء البرلمان والتصويت أيضا بالأغلبية المطلقة. هاتان الآليتان هما الدستوريتان. أما بالنسبة للقضاء الآن، القضاء يواجه مشكلة الحقيقة سكت عنها الدستور، ولكن بالنتيجة لابد من إيجاد مخرج لها، وهي أن الدستور عندما حدد آليات لانتخاب الحكومة، يعني انتخاب رئيس انتخاب بعد رئيس انتخاب رئيس البرلمان ينتخب رئيس جمهورية، ورئيس الجمهورية يكلف مرشح الكتلة الأكبر لرئاسة الوزراء، ومن ثم تمضي الأمور. حوالي شهرين ونصف يفترض أن ينتهي هذا الأمر بالنسبة للسياقات الدستورية، لكن إحنا الآن دخلنا تقريبا الشهر العاشر ولم يتمكن البرلمان المنتخب من قبل الشعب من القيام بهذه المسؤولية، بمعنى أننا الآن في حالة انتهاك للدستور وخرق للدستور، وهذا واضح. والمحكمة الاتحادية عندما سئلت عن المدة المتاحة لانتخاب رئيس جمهورية قالت إنها مدة وجيزة، والمدة الوجيزة ليست مفتوحة، إنما هي ليست أكثر من شهر، وهذه المدة الوجيزة انتهت في الشهر الرابع، وبالتالي نحن من الشهر الرابع إلى اليوم على الأقل صار 4 أشهر، والانتخابات قبلها 5 أشهر، يعني 9 أشهر عمليا لم يتمكن البرلمان من إنهاء من إكمال استحقاقات الدستورية. هنا يبدو لابد أن يتحرك القضاء، ولكن يعني ما هي التخريجة؟ هنا ننتظر قرار المحكمة الاتحادية الأسبوع المقبل. إذا وجدت أن هناك تخريجة للقضاء لإمكانية حل البرلمان، هذا أمر يجب أن يحترم من الجميع. وإذا وجدت أن الحل هو في المسار الدستوري المعروف، بمعنى أنها تعيد الكرة إلى ملعب البرلمان، وهو الآلية الأخرى، بمعنى أنه إذا كانت هناك ذريعة بأن الحكومة الحالية حكومة تصريف أعمال ولا ينبغي لرئيس الوزراء أن يقدم طلب إلى رئيس الجمهورية، لا توجد سوى الآلية الأخرى، وهي آلية قيام ثلث أعضاء البرلمان بهذا الحل. إذا فالمحكمة الاتحادية أو السلطة القضائية أمامها أكثر من خيار في هذا الجانب، إما أن تتصرف هي باعتبار أن البرلمان لم يقم بواجباته، أو أنها تلقي الكرة في ملعب البرلمان نفسه باعتبار أنه طالما هو لم يتمكن عليه أن يحل نفسه، وبالتالي هنا سنكون أمام معادلة جديدة، وهي أن التيار الصدري مثلا الآن ليس لديه أعضاء في البرلمان، إنما البرلمان الآن متكون من كتل أخرى، أستطيع القول أنها جميعا أو معظمها على الأقل لا تريد حل البرلمان لأنها مستفيدة من البرلمان، وبالتالي سنكون أمام إشكالية جديدة ستتضح معالمها نهاية الأسبوع المقبل.